أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد غائما جزئيا بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية والمكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.